إكسبريسو. مواصلين في برنامجكم حتى لتسعة متاع الصباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. نمشي والآن في المباشر كما قلنا لكم آخر التطورات في موضوع الحريق، خلنا ناخذ التفاصيل من المصدر معنا في نمشي وفي المباشر آخر المستجدات حول حريق جبل بوغانين. معنا العميد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحماية المدنية، شكرا لتفاعلك معنا اليوم صباح. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بك. مرحبا يعيشك، شكرا شكرا ليك. الحريق حسب، خلينا نبداو من الاخر كما نقولوا، حسب اخر المعطيات والصور جينا من المستمعين او في البرنامج ساكنين غادي قريب معناتها من الحريق، يبعثوا لنا صور يعني في المظهر انه الحريق معناتها ما عادش فما نيران معناتها، ولكن نعرفوا ديما مش بك سهل. بالفعل هو فما تطور كبير وتحسن كبير للوضع، الحمد لله. معناتها حاليا ما شكلش خطوره على المناطق السكنيه، هذا الاهم. معناتها والحمد لله ما سجلناش خسائر بشريه، ما عندناش معناتها يعني اضرار مثلا ماديه بالنسبه للحق في المنازل والممتلكات. بالطبيعه ثم النسيج الغابي، ثم مساحه كبيره يعني تجم تقول مكان خسرناها النسيج الغابي، بس يتم تحديد المساحه اللي يعني اللي تحرقت، اما مساحه نوعا ما كبيره. مبدئيا تو حاليا باش نعطيك صوره على الوضع تو حاليا، معناتها يعني مازال الحريق يعني على مستوى القمه الفوق، معناتها قمه الجبل معناتها برج السدريه. بالنسبه مثلا سطح الجبل تم التعامل معه ميدانيا، بالنسبه للقمه الفوق هذا مثلا اليوم الصباح الجيش الوطني معناتها المشكور متى قام بطلعات جويه معناتها باش يعمل عمليه متى اطفاء واخماد بالطائرات بالطائره يعني للحريق اللي موجود في القمه، وخاصه كما تعرفوا كما صرحنا نحن البارح اللي مثلا الجيوب النار كلها كانت في انكسيسيبل باش الوصول لها، معناتها على المترجلين مثل العوان تاعنا المترجلين او معناتها يعني معناتها فما بالك بالوسائل. فبالتالي مثل الجيش الوطني الحقيقه تم يعني دعم جوي ومعناتها جهود كبيره قام بها ومعناتها هو معناتها باقي الهياكل اللي على الميدان واللي قامت طوال ليله امس بجهود كبيره الحقيقه، وكانت يد واحده معناتها باش من اجل معناتها يعني وصلنا انه نجم نقولوا تحسن الوضع وسيطر بنسبه كبيره على الحريق. هذا اخر التفاصيل يعني المساكن تم تامين، هذا اللي كان حتى تكلم عليه الناطق الرسمي الحكومه في تدوينه البارح، معناتها الهدف ساعه تامين المساكن المجاوره، التحكم اكثر ما يمكن في الحريق. فما مساعدات جات من الشقيقه الجزائر، ما نعرفش كان وصلت ولا باش توصل في اللحظه اللي نحكيو فيها، ممكن اليوم معناتها يتم السيطره الكليه على الحريق. هو بالفعل متى هو ان شاء الله باذن الله في الساعات القادمه يتم السيطره نهائيا على الحريق. كما قلت لك نحن الفوق تو حاليا معناتها على الميدان، ثم معناتها يعني معناتها رجال الاطفاء بصفه عامه، معناتها رجال الاطفاء من المدنيه والى عام الغابات ومدعمه مع باقي الهياكل بالياتها كلهم موجودين غاديته على الميدان. وبالنسبه مثل على الجيش الوطني يقوم بالدعم الجوي معناتها في عمليه الاخماد، معناتها يعني تو حاليا كما قلنا الحريق مازال معناتها موجود على القمه الفوق في خط وحيد معناتها موجود غاديته، لكن ثم جيوب النار، جيوب النار تعرف انت حتى باقي فرق الاطفاء تقوم بعمليه التبريد لبعض مثلا جيوب النار، تعرف مثلا انت زاد كيف العامل المحدد في حريق الغابات هو عامل الريح، فهمت باعتبار عامل الريح هنا بيكون معناتها عامل محدد باعتبار معناتها يعني نجم حتى بعض الجيوب اللي تم اخمادها تعاود نجم تشعل من جديد، ومع العلم انه مثلا الحريق هذا هو اندلع اول امس وتم اطفائه في جبل مثلا برج السدريه، تم اطفائه اول امس وبقاو في حراسه ثم عاود اندلع البارح مع ساعتين في ساعتين مالي ساعتين في القايله ساعتين واربعة عاود اندلع. فبالتالي نحن تو جهود كما قلنا متواصله من اجل معناتها يعني السيطره عليه نهائيا. حاليا الحقيقه خلينا نقولوا حاجه معناتها انه الخطه نتاعنا كانت كما قلنا ارفع الاولويه لحمايه المناطق السكنيه، تم تطويق جميع المناطق السكنيه المتاخمه
كذلك حتى طريق السيارة مثلا يعني تم مثلا على مستوى طريق السيارة مثلا من الجهة الأخرى تم وضع مثلا يعني مثلا شاحنات إطفاء من أجل مثلا الحيدول على أنه الناس تتعدى من الجهة الأخرى وتشكل خطورة على وتشكل خطورة على مستعملي الطرقات. حاليا الحمد لله كما قلنا الوضع مثلا يعني في تحسن والوضع تحت السيطرة ما تشكلش خطورة على المواطنين والمتساكنين. البارح كي نشوفه من بعيد معناتها هو الحريق بالاساس، معناتها كي نغزره هكا من بعيد من قدام نشوف الحريق على اليسار دونك في الجانب بوش صدري، ولكن شفنا جيب معناتها على اليمين من الشيره الاخرى، معناتها من بعيد يتشاف صغير، صحيح ولا لا؟ يعني نيران مشات لل بالفعل هو امتد النيران يعني كما قلنا انطلقت من جبل برج السدريه ثم امتدت الى جبل بقر من جهتين من جهه الاماميه ومن ولكن جهه من تالي معناتها مش من الخلفيه الجزء اللي يتشاف من المضاحية الشمالية، ولا يتشاف من وسط العاصمة، من يتشاف من غادي، يعني كيف يقولوا عملت الدور هكا ولا اي بالفعل مثلا هي المساحه امتدت مثلا يعني والنيران امتدت عديد الجيوب، ولكن هي الاشكاليه اللي لقيناها الاشكاليه اللي لقيناها هي صعوبه التضاريس وما يعني صعوبه الوصول له سواء بالوسائل او كمترجلين كاعوان اطفال مثلا مترجلين، هذه الصعوبه الكبيره اللي لقيناها مع عامل الرياح اللي ساهم كذلك او عامل الرياح ونوعيه نوعيه النسيج الغابي اللي هو مثلا نوعيه الاشجار اللي اغلبيتها صنوبر اللي خلت مثلا انه مثلا النيران تمتد مثلا النيران تزيد تتوسع وتنتشر ومثلا وشمت مثلا كما يقولوا انت الوجيهتين مثلا الوجه الامامي وامتدت مثلا الى جهه من جهه الحمام مثلا حمام النمل مثلا، فبالتالي كانت امتدت النيران وكانت مساحه شاسعه وتعاملنا مع عديد الجيوب، وهذيك علاش نحن حكينا امكانياتنا الكل والبارح الليل كامل متواصل في الجهود ليه كامل الناس حاطه اليد في اليد يعني جميع الهيئات المتدخله جميع الهيئات على الميدان حتى تليد في الفريد، والحمد لله نتامل النتيجه انه والنتيجه تم نقول نتيجه هامه نتيجه على اساس انه يعني ما حققناش خسائر بشريه ما حققناش يعني خسائر ماديه لحقت مثل المنازل والممتلكات، هذا اهم حاجه هذوما اهم حاجه، وان شاء الله مثلا في الساعات القادمه نتمكنوا من السيطره الكليه على الحريق هذا. شكرا ليك، شكرا تفاعلك معنا، نعرفوا اللحظة بحسابها، شكرا ليك العميد معز تريعة ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحماية المدنية، تحية ليك وكل شخص معناتها أعطى من وقته قدام فقط بالأرقام نخدموا قدام شخص جندوا معناتها قاعدين يخدموا على العملية دي على إطفاء الحريق. نحن تو حاليا عندنا 16 شاحنة إطفاء حماية مدنية 16 شاحنة إطفاء حماية مدنية موجودة على عين المكان إلى جانب بالطبيعة مثل ما يقول 16 شاحنة إطفاء حماية مدنية إلى جانب إمكانيات مثل بشرية إلى جانب كذلك الإدارة العامة للغابات موفرة شاحنات إطفاء إلى جانب مثل معدات ثقيلة وآليات تم توفيرها من قبل وزارة التجهيز وزارة الفلاحة والبلديات في إطار تفعيل المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث، كلهم مشكورين. نحب هنا نقدم تحية لجميع المتدخلين من جيش وطني ومختلف مختلف الهيكل اللي سميتها وكذلك الى رجال الحمايه المدنيه الحقيقه قاموا بجهود كبيره ياسر ماهوش بالسهل باش تتعامل مع النيران، نحن نعرف كل ما عشناها النيران وكل شيء نعرف كيف تتعامل معها ماهوش بالسهل في الحريق الغابات انك عندك يعني الى جانب عمليه مثلا انك مثلا عمليه مثلا الرغبه والعزيمه باش انك تطفي مثلا حريق في غابه كذلك عندك مسؤوليه حمايه الارواح وحمايه مثلا المتسكنين الموجودين هذيك. واضح، إذا هذا بالنسبة للموارد اللي تم تجنيدها من أجل إطفاء الحريق، دونك نجم نقولوا كان نلخصوا للمستمعين اللي التحقوا بنا الآن سيطرة شبه كلية على الحريق وإن شاء الله تكون سيطرة 100% في الساعات القادمة، كان ما يعودش اندلاع في جيوب أخرى ولا عامل الريح وغيره معناتها يلعب دور عكس المجهودات هكا ولا هذا هو. هذا هو بالفعل شكرا لك، يعطيكم الصحة، شكرا بالتوفيق، شكرا لك. نذكر مستمعينا اذا كان هذا فيما يخص اخر المستجدات حول الحريق الجبل بوكرنين برج سدرية، كان معنا العميد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الإدارة